حكايتي جميلة من أول البداية وفيها قيم نبيلة والعبرة بالنهاية. What's this? It's book. This is? Book. 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 Come on. What's this? It's pen. 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 Type active blade book. تمام تمام كده واضحة. فهمت؟ فهمت. واضحة؟ تمام. السلام عليكم. أهلا. الحمد لله على السلامة. امتحنتي؟ أيوة. اشتغلتي كيف؟ اشتغلت تمام يا جدو. الحمد لله. ساي كنت خايفة؟ أيوة، لكن اتوكلت على الله ودخلت الامتحان. ده كلام سليم. لقيتيه وسهل بعد توكلتي على الله، صح؟ صح. زي ما قال اخوك ده كلام سليم. الزول يعمل اللي عليه، يقرا، يجتهد ويتوكل على الله، ما بتجي عوجه. صح؟ صح. صح؟ صح. انا حاكي لكم قصه فيها المعنى ده، انه الانسان يتوكل على الله، الله ما بيدي زول عوجه. لكن المهم انه يعمل اللي عليه بعد ذاك يتوكل على ربنا سبحانه وتعالى. القصه اللي انا حكيها لكم دي حصلت زمان في حته اسمها بلخ. اسمها شنو؟ بلخ. 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 بلخ دي وين؟ عارفين؟ ولا اوريكم؟ ورينا. طيب بلغ دي في حته اسمها افغانستان. طبعا اكيد سمعتوا افغانستان هسي عنها، يعني كثير في الاخبار وكده. افغانستان كان فيها رجل ورع وتقي اسمه حاتم الاصم. اسمه منو؟ حاتم الاصم. حاتم الاصم. حاتم الاصم ده كان راجل تقي جدا ورع، خاف الله، لكن كان فقير، كان فقير جدا، وما شاء الله عنده أولاد كتار، عنده عيال كتار جدا جدا، وكان متوكل على الله، كل أموره رامي أحماله على ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده كان أموره ماشية وما هلوع، ما كان بخاف أموره يعني في مسائل الرزق وكده. أموره ماشية الحمد لله. في يوم قاعد مع أولاده وأسرته كده وزوجته بيتونسوا، ففي الونسة قامت جات سيرة الحج. جات سيرة شنو؟ الحج. الحج. قام حاتم الأصم أخذ سنة كده وقاعد يبكي. أولاده بعينوا له، بكى مسافة كده، وقام قال لهم يا أخي أنتم ما تدوني الإذن أنا أمشي الحج. أولاده سكتوا مسافة كده، قام قال لهم يا أخي أنتم أدوني الإذن وأنا بمشي هناك في الحج بدعو لكم. زوجته قامت قالت له حد شنو اللي عليك؟ نحن هسي ما عندنا حاجه ناكلها، هتمشي الحج تهمنا نعمل شنو؟ ندبر امورنا كيف؟ بعدين يا جدو. بعدين يا ريم. حاتم الاصم سكت ما قال اي حاجه. عنده بنته الصغيره دي اتلفتت على امها قالت لا يا امي ابوي ده ما بيرزق، ابوي ده بيناول الرزق، البرزق ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده يا اخي
نحن نتوكل على الله وندي أبوي ده الإذن عشان يمشي الحج. وأدوه الإذن، فرح جدا وقام سافر مشى الحج. بعد بيومين حصلت لهم حاجة غريبة جدا. حصلت لهم شنو؟ حصل إنه الأمير ومعاه الحاشية بتاعته كانوا في رحلة بتاعة صيد. كانوا وين؟ في رحلة بتاعة صيد، وفي أثناء الصيد ضلوا الطريق وعطشوا عطش شديد جدا جدا، وقاموا وكانوا جعانين وما عارفين يعملوا شنو. المهم هم حايمين قاموا جو الحتة اللي فيها بيت حاتم الأصم، ودقوا الباب، يدقوا في الباب لحد ما سمعوا صوت من جوا وقال لهم انتم منو؟ لما واحد من الحارس قال لهم ده الأمير كان في الرحلة حقة الصيد وجاي يشرب موية من عندكم. فتحوا الباب وأدوه موية وقاعدين يشربوا، وكان زوجة حاتم الأصم متحسرة كده إنه يعني ما عندهم حاجة يدوها لهم غير الموية يعني. في واحد من الحراس همس للأمير في أضانه وقال له شنو؟ قال له إنه ده منزل حاتم الأصم، راجل فقيه ومشى الحج وخلاهم، وأنا عرفت إنه امبارح باتوا بدون عشاء. الأمير طوالي قلع الحزام بتاعه وجدعوا لهم في نص الحوش، والحاشية فكت أحزمتها وجدعت الـ 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 الأحزمة حقتها زي الأمير ومشوا. ليه رموا أحزمتهم؟ أيوة أنت جيت للموضوع. تاني يوم الأمير جاء شايل قروش كثيرة جدا جدا، جاء دق الباب وخش وقال لهم يا أخي القروش دي تمن الأحزمة حقتكم ونحن اشتريناها منكم، ومشى. لقوا عندهم مال وفير جدا جدا. ما هم أصلا كانوا متوكلين على الله. بالضبط كده. عشان كده لما جاء أبوهم راجع من الحج ولقى عندهم مال وفير اتبسط جدا، سلم عليهم وقعد وقال لهم يا أخي أنا والله أنا مبسوط منكم ومبسوط من بنتي الصغيرة دي، عشان ربنا سبحانه وتعالى ما بعين للكبير وشنو وبخلي الصغير. خليكم دايما متكلين على ربنا سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه. عشان كده أنا مبسوط من ريم بنتي لأنها توكلت على الله وخشت الامتحان. حكايتي جميلة من أول البداية، وفيها قيم نبيلة والعبرة في النهاية. يا عم ناس الدين أحكي لنا حكاية.